مساء الفل عليكم زوار يلا كوره في كل مكان، معاكم محمد مصطفى من داخل غرفه اخبار موقع يلا كوره. هنحلل مع بعض مباريات الزمالك خلال الفتره الجايه في مسابقه الدوري الممتاز لموسم 2020/2021، وبدايتنا هتكون من خلال مباراه الزمالك والبنك الاهلي. فاز نادي الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، هدفين لحميد أحداد وهدف ليوسف أوباما وهدف لزيزو وهدف وحيد للبنك الأهلي من ضربة جزاء لعاصم صلاح. بتلك النتيجة طبعا نادي الزمالك واصل الصدارة، وصل 39 نقطة في صدارة الدوري بفارق 6 نقاط أمام الأهلي اللي في المركز الثاني 33 نقطة، ولكن طبعا مع أفضلية 3 مباريات مؤجلة للنادي الأهلي، في حالة فوزه بيهم هيرتقي للصدارة بفارق 3 نقاط أمام الزمالك. ولكن لكل حدث حديث، احنا دلوقتي بنتكلم عن مباراة الزمالك والبنك الأهلي اللي فاز فيها الزمالك بأربع أهداف مقابل هدف واحد. نادي الزمالك بدأ المباراة بطريقة 4-2-3-1، شهدت عودة زيزو للتألق وأدى مباراة جيدة جدا، وحميد أحداد كذلك بيواصل التألق ويحرز هدفين وأسيست. الاسيست الاول كان طبعا الهدف الاول اللي احرزه يوسف اوباما كان اسيست من حميد احداد، والهدف الثاني كان حميد احداد بعد عرضيه من عبد الله جمعه، والثالث كان بعرضيه من اشرف بن شرقي تبعها حميد احداد واحرز الهدف الثالث. واختلف الاداء كليا الشوط الاول عن الشوط الثاني. الشوط الاول كان نادي الزمالك فايق جدا، قادر يركب المباراه، قادر يليد المباراه للمكان اللي هو عايزه، يهدد مرمى البنك الاهلي اللي كان غايب تماما عن تهديد مرمى نادي الزمالك ومرمى ابو جابر خلال الشوط الاول. ربما بدات شويه الشوط الثاني البنك الاهلي حاول ان هو يهدد مرمى نادي الزمالك، وكان ليه نصيب في احراز هدف عن طريق عاصم صلاح من ضربه جزاء. الحقيقه احنا ممكن نشرح في البدايه الهدف الاول لنادي الزمالك، وده اللي احنا ممكن نبني عليه بعد كده كل كلامنا عن المباراه. هجمه مرتده في الدقائق الاولى من مباراه الزمالك والبنك الاهلي. البنك الاهلي في المركز قبل الاخير برصيد 14 نقطه، بيقابل الزمالك المتصدر فاتح الملعب تماما، المفروض انه بيلعب ب 4-3-3، وجود ثلاث لعيبه في وسط الملعب، معروف يوسف موجود، معروف حسام الصانع برده موجود على الطرفين، كريم بامبو وباسيوني. ولكن فوجئنا بهجمه مرتده في الدقائق الاولى من المباراه. الكوره موجوده هنا من خلال يوسف اوباما، حميد احداد، اشرف بن شرقي، وكمان زياده عدديه من هنا، في مقابل كان بقى في مقابل لعيب هنا من نادي البنك الاهلي، لعيب من البنك الاهلي، ومحاوله ارتداد من لاعب البنك الاهلي. نقدر نقول 1-2-3-4-5 لعيبه من نادي الزمالك في هجمه مرتده امام البنك الاهلي في الدقائق الاولى من المباراه، تبين لك قد ايه ان لعيبه البنك الاهلي ما كانش حاضره ذهنيا تماما في المباراه. ربما خالد جلال حاول انه يحط نادي الزمالك في ورطه، يحاول ان هو يضغطه من بدايه المباراه، ولكن طبعا ما كانش ليه اي توفيق تماما في ان هو ينجح في اللي كان بيحاول ان هو يعمله، ان هو يقابل لعيبه الزمالك من بدري، فظهر الفراغات تماما في وسط ملعب نادي البنك الاهلي، ونجح نادي الزمالك في خطف الهدف الاول. من وقتها خلاص الامور كانت سهله جدا، عرضيه من عبد الله جمعه لحميد احداد جوه ال 18 غير مراقب تماما، الجول الثالث نفس الكلام، اشرف بن شرقي بيقطع وبيلعب كوره عرضيه لحميد احداد داخل ال 6 يارده، مفيش اي حد بيتابع مع حميد احداد من مدافعي البنك الاهلي سواء محمد مجدي او اسامه ياسين اللي كان لاعب المقاصه السابق، الاثنين تماما كانوا بعيد تماما عن الفورمه ومراقبه حميد احداد، اللي ربما النهارده بنشوف حميد احداد في مركزه الاصلي بقى في الوقت صريح من حميد احداد من وقت ما كان موجود في نادي الزمالك مع كريستيان جروس، او حتى بعد كده في الفترات اللي تواجد فيها مع نادي الزمالك كان دايما بيلعب جناح. النهارده حميد احداد المباراه الثانيه على التوالي بيكون موجود كفيرود صريح، المباراه الماضيه امام الانتاج الحربي بيحرز هدف، مباراه البنك الاهلي بيحرز هدفين، يثبت ان نادي الزمالك ممكن يعول او يعتمد على حميد احداد خلال الفتره المقبله، مع كمان طبعا برضو سيف الجزيري اللي واحد من برضو اهم المهاجمين الموجودين حاليا في نادي الزمالك. حابب اتكلم عن نقطتين في المباراه. النقطه الاولى بخصوص يوسف اوباما. اوباما طبعا هو واحد من كباتن نادي الزمالك، بعد ما احرز الهدف الاول خلع التيشيرت وكانها مباراه كبيره وكانها مباراه بطوله، ونال انذار، الحقيقه انذار يعني ملوش اي معنى تماما. هدف اول في مباراه بنك اهلي فريق مركز قبل الاخير، مباراه سهله جدا على نادي الزمالك، فملوش اي معنى تماما ان انت تقلع التيشيرت وتخسر فرقتك ربما مستقبلا اذا حصلت على انذار كمان ان انت تغيب عن مباراه. والحين لازم يكون واقفه من كارتلون واسامه نبيه والجهاز الفني واداره نادي الزمالك مع تلك التصرفات اللي ربما شويه ما تكونش تصرفات
احترافيه، يجب ان يكون لعيبه الزمالك اهدى من كده شويه، وخاصه في المباريات اللي ربما تكون سهله. الماتش كان سهل جدا على نادي الزمالك. الواقعه الثانيه هو واقعه احمد ياسر وشيكابالا. الواقعه باختصار احمد ياسر مهاجم البنك الاهلي، عارفين ان كان ليه حوار سابق مع سيف زاهر واتكلم فيه انه لعيبه الدوري كلها شبه بعضها، المهاجمين شبه بعضهم، ده بيعمل ايه يعني؟ هو ميسي عشان يدفع فيه المبالغ دي كلها؟ فربما ده شويه اثار حفيظه شويه بعض المهاجمين، اثار حفيظه اللاعبين، اثار حفيظه الجماهير. فواحد من الجمهور يعني حاول يدخل معاه في مناوشه وقال له هو حميد احداد يسوى كام عندك؟ حميد احداد طبعا احرز هدفين وعمل اسيست خلال المباراه، فقال له تشطروا على الاهلي. طبعا ربما الكلمه دي اثرت حفيظه شيكابالا، شيكابالا قاعد على الدكه اتضايق من الكلمه، وازاي بيتكلم الجمهور كده؟ نشط ما بينهم كده مشاده، وشيكابالا حاول الاشتباك معاه فنال انذار، برضه انذار مجاني ناله شيكابالا. فوقع الحقيقه انه كان ممكن يتغاضى عنها تماما وتمر مرور الكرام من غير ما يحاول انه يعمل اي اشتباك او مناوشه مع احمد ياسر. دول كانوا نقطتين يجب انه إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني لنادي الزمالك يتكلم فيهم مع اللاعبين. النقطة الأخيرة بقى اللي ممكن نتكلم فيها وهي جدول الدوري. الحقيقة جدول الدوري فيه مشاكل كبيرة جدا. اتحاد الكرة أو اللجنة الثلاثية الموجودة حاليا هي بتحاول إن هي تلصق الموضوع، بيحاول يراضي الأهلي شوية ويراضي الزمالك شوية، ولكن كل ده على حساب بطولة الدوري. النهاردة نادي البنك الأهلي قبل المباراة دي كان بقاله 19 يوم ما بيلعبش المباراة. آخر مباراة ليه اللي هي كانت أمام دجلة، قبل مباراة دجلة 20 يوم ما بيلعبش مباراة. طبعا الفاصل الزمني الكبير ده بيأثر على مستوى اللاعبين ومستواهم الفني وحضورهم الذهني في المباراة. نادي الزمالك على العكس تماما، بعد 3 ايام هيلعب مباراة المقاولون العرب وعنده ضغط مباريات. نادي الاهلي كذلك عنده ضغط مباريات كبير جدا، فبالتالي ما ينفعش بأي حال من الاحوال جدول الدوري المصري يكون بالشكل ده. فرقة بتلعب كل يومين ثلاثة وفرقة بتقعد 20 يوم عشان تلعب مباراة، وبالتالي يجب ان يكون في جدول منتظم، جدول يراعي كافة الفرق وكافة المدربين اللي يقدروا ان هم يعملوا تاكتيك ويقدروا ان هم يحافظوا على وتيرة اللعب، وده اللي ظهر خلال المباراة بتاعة الزمالك والبنك الاهلي. البنك الاهلي مش موجود تماما في المباراة لغايه ما اللعيبه بدات تحضر ذهنيا وتقدر ان هي تحس باجواء المباراه، خلاص المباراه يمكن كانت انتهت تمام. كل توفيق لنادي الزمالك ونادي البنك الاهلي خلال المباريات القادمه. استنونا ان شاء الله في تحليل مباريات قادمه لنادي الزمالك في بطوله الدوري.